تأخذ مليون أوزعها. هذه المعالجة تتم لمن؟ للأصول الثابتة، المباني، الآلات، السيارات، الأثاث. لما أجي أشوف أنا هذه السلة الصغيرة قد ينطبق عليها وصف الأصول الثابتة بأنها تستخدم لأكثر من فترة. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، الأصول الثابتة تشترى للاستخدام وليس لإعادة البيع. لما أي عنصر ينطبق عليه الشرطين اشترى الاستخدام وليس لإعادة البيع ويبقى لأكثر من سنة، الاثنين مع بعض بقول عليه إنه إيش؟ أصل ثابت. طيب هذه السنة اشتريت لغرض الاستخدام، ربما اشتريت في 2017، نحن الآن في 2018، هل أسجلها ضمن الأصول الثابتة وأحسب لها إهلاك كل فترة كأصل ثابت؟ أعتقد هذا مكلف ويتطلب جهد أكثر من قيمتها، وبالتالي أنا أعتبرها زي هذه المصروفات، مرة واحدة 500 ريال قيمة السلة نفايات وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ يعني كمثال، كمعالجة، كمعالجة، تمام. إذا في بعض المعالجات المحاسبية أو بعض المعاملات العمليات المالية لا تطبق عليها مبادئ المحاسبة المالية. زي هذه ما تطبقش عليها مبادئ المحاسبة، ما عالجهاش إنها أصل ثابت. سجل بالتكلفة وبعدين أعمل له إهلاكات وبعدين أعمل له تخريط، يعني معالجة طويلة. إجراءات رقابية على الأصل الثابت ومش عارف إيش، مصاريف صيانة، شغلة. هذا أنا لا أطبقش عليه كل هذه المبادئ على اعتبار إنه العائد من وراء هذا لا يبرر كل هذه التكلفة ولا يبرر كل هذا الجهد. أو بعبارة أخرى، الخسارة حقها لا تبرر كل هذا الجهد. لو انكسرت أو حصل ما حصل ما يبررش كل هذا الإجراءات الرقابية الصارمة عليها وإجراءات إهلاك سجلات في سجلات الأصول والرقابة على الأصول وعمل لها صيانة وعمل لها إهلاكات وشغلة طويلة عريضة على أساس إنه قيمتها لا تستحق. إذا الأهمية النسبية يقول لك إيش؟ إنه لا يتم تطبيق المبادئ المحاسبية على العناصر والعمليات، تمام، التي لا تكون قيمتها أو تأثيرها تمام هام نسبيا تمام على القوائم المالية، تمام. ممكن اتذكر ما هوش هام نسبيا في القوائم، يعني لما تشوف الأصول الثابتة بالملايين وهذه بمئات الريالات، فيعني تعمل لها زحمة جنب الملايين، تسجل مبنى بعشرين ثلاثين أربعين مليون، سيارات بعشرة خمسة عشر مليون، وآلات بخمسة عشر مليون، وجنبهم سلتين بلاستيك بألفين ريال، يعني ما إيش هم نسبيا يحلك بالخطأ. نعم، يعني لا تعتبر أنا ثنيا، يعني معالجة خاطئة، ما يصير. لا يتم تطبيق المبادئ المحاسبية على العناصر والأشياء التي لا تكون قيمتها أو تأثيرها على القوائم المالية هام نسبيا، يعني قيمتها ما هيش هامة ولا تأثيرها على القوائم هامة نسبيا. ما تقولش أنا ممكن أطيلها مرة واحدة كمصروف، خلاص انتهى الموضوع، تمام. في بعض العدد الصغيرة تسجل كأصل معمل لها شهلاك سنوي، أهلكها مرة واحدة لما تنتهي. مثل استخدمت الأقلام الأوراق. لاحظوا السؤال الأخ العزيز على الأقلام الأوراق، هذه ينطبق عليها خاصية واحدة وليست خاصيتين، هي من خواص الأصول الثابتة. خاصيتها أنها تشترى بغرض الاستخدام لكنها لا تبقى لأكثر من سنة، ولذلك هذه تسمى مستلزمات. مستلزمات تستخدم في إدارة النشاط، وبالتالي لا تعامل كأصل ثابت لأنه ما انطبقش عليها الشرط الآخر وهو بقاها لأكثر من فترة، فانطبق عليها شرط واحد، فهذه تسمى مستلزمات. عندما تشترى تسجل كأصل فرقية، وبعدين كل ما استخدم منه يسجل مصروف، تمام. بنعرف إن شاء الله هذا لاحقا بشكل تفصيلي. طبعا أعتقد أنه هذه هي أهم المبادئ المحاسبية، وتشتق منها فيما بعد
معالجات او اجراءات محاسبيه، يعني اشتقها الانسان من المبادئ المحاسبيه، تاخذ هذه المبادئ واشتق منها ايش؟ اجراءات محاسبيه. طبعا في معنا يعني نقطه هامه ان شاء الله تعالى، مش عارف الوقت حقنا كيف اليوم، كم باقي؟ 20 باقي 20 دقيقه. طبعا النقطة اللي جاية أنا بأجلها حق القواعد التحليل. إحنا بس أذكركم بلما عرفنا المحاسبة المالية إيش قلنا عليها، هي عبارة عن نظام معلومات يقوم على تحليل وإثبات وتوصيل المعلومات المالية. إذا في معنا ثلاث خطوات في المحاسبة المالية، ثلاث خطوات: تحليل وإثبات وتسجيل. طبعا علشان التحليل ونتكلم احنا عن التحليل ونستوعبه ان شاء الله كمدخل لما سنذكره في الاسبوع الجاي، بنأجل هذا التحليل الاسبوع الجاي، فبنتكلم فقط عن متطلبات هامه يجب ان تتعرف عليها الان. ومن ضمن هذه المتطلبات هو نظام القيد المزدوج. القيد المزدوج طبعا المحاسبة كانت تمشي على أساس حاجة اسمها القيد المفرد. قيد مفرد يعني نسجل العمليات من زاوية واحدة وليس من زاويتين، من زاوية واحدة. تمام. والله نقول لك ايش رصيد في البنك مليون. تمام. وبعدين نقول لك ايش باعنا بضاعة. تمام. لفلان ب200 ألف. تمام. وبعدين حصلنا الدين الذي على فلان ب30 ألف. فكانت تقيد العمليات من جانب واحد فقط، ولا تقيد بطرفين. يعني لما نبيع بضاعة يا طيبين، بعنا بضاعة لفلان، هذه البضاعة اللي بعناها به هل بعناها نقدا ولا بعناها بشيك ولا بعناها عاجل يعني على الحساب؟ تمام. مش معروف. حصلنا الدين الذي على فلان، الدين اللي عليه مقابل ايش؟ نقدي، دين نقدي ولا مقابل بضاعة ولا مقابل خدمة؟ ايش نوع الدين اللي عنده؟ واضح الفكرة يا طيبين؟ ولما حصلناه نقدا ولا بشيك، كيف تم تحصيله؟ واضح الفكرة يا طيبين؟ إذا لاحظ العملية هنا لا تمكنك أن تنطلق منها نحو ما نسميه نظام. تبنيش عليها نظام، ما تقدرش تبني على هذه المعاملات أو يعني على هذا التسجيل أو على هذا القيد نظام. فحصل أنه في واحد إيطالي اسمه لوكا باتشيولو، لوكا بعد تسميه لوكا بالكاف، لوكا باتشيولو، هذا يقال أنه كان دارس الرياضيات. طبعا إيطاليا كانت إيطاليا مركز التجارة نشطة جدا، وكان فيها تجارة وفيها معروف رائدة في التجارة في أوروبا، بداية البنوك والعملات وكذا. فكان يجلس يشوف العمليات هذه، قال المحاسبة ليست بالمستوى السليم. ففكر في الأخير طلع بفكرة اسمها نظام القيد المزدوج. قال لابد العمليات تسجل بجانبيها بطرفيها حتى أنا أدخلهم الطرفين مع بعض، وفي الأخير يسير العمليات بطرفين مع بعض، ويحصل في الأخير عندي موازين حسابات مراجعة حسابات متوازنة، واطلع بالأخير إلى ميزانية من جانبين متوازنين. لابد من احتياط التوازن، فطلع حاجة اسمها نظام القيد المزدوج. وقال لك إنه كل عملية مالية، تمام،
تتألف من طرفين. كل عملية مالية تكون من طرفين، زي ما قلنا بعت. كيف بعت؟ يا نقدني على الحساب. اشتريت، كيف اشتريت؟ يا نقدني على الحساب أو شيء. تمام. وهكذا سددت ليش المصروف، دفعنا المصاريف. ايش المصروف؟ ايش اسمه؟ سميه مرتبات. ايش سددته؟ بشيء. سددته ايش؟ نقدا. في طرفين، في مصروف في نقود. حصلت الايراد، في ايراد وفي نقود. ما فيش عمليه ماليه الا وراها طرفين. كل العمليات الماليه تكون من طرفين، لا توجد عمليه تتم لوحدها. تخيل اي عمليه ماليه تتالف من طرفين. سددت الايجار، سددته ايش؟ ايجار نقديه على طول طرفين. تمام. اي عمليه لها طرفين. تمام. طبعا وبالتالي يتم قيدها بقيد مزدوج، يعني ايش؟ نقطتين يتكون من طرفين. هذا الطرفين، طرف ايمن وطرف ايسر. الايمن قال بسميه مدين، والايسر قال بسميه دائم. اذن اصبح عندي لقيد العمليات كل عمليه تكون من طرفين، وانا بسجل بقيدها بقيد مزدوج، يعني تكون من طرفين. احدهما ايمن في اليمين، لما قيدوا قيدوا من طرفين، طرف في اليمين طرف في اليسار. الذي في اليمين قال بنسميه ايش؟ مدين. والذي في اليسار قال بنسميه دائم. طبعا ما هو المدين وما هو الدائم؟ ما الذي سأجعله في اليمين وما الذي سأجعله في اليسار؟ هذا هو موضوع التحليل. مدين مصروف له هو عليه، منه له مبيعات مثلا تكون مدينة، مبيعات الريال مدينة، لا مبيعات دائما. لأنه كل مدينة مصروف، المصروف مدينة والإيراد دائما. عموما في قواعد، في قواعد بنتعلمها الأسبوع الجاي إن شاء الله. الأسبوع الجاي؟ مبدأ الأخير متعود على طلاب الجامعة. أنا أقول للطلاب الأسبوع الجاي. أنا متعود أقول للطلاب إنهم معهم شكرا. كل محاضرة أسبوعية. فالمعذرة منكم، غدا سنتعرف عليه غدا. تمام. فالتحليل إذن هو المقصود بالآتي، أن أحلل أولا هذه العملية إيش طرفيها، وبعدين إيش اللي بسجله في اليمين وإيش اللي بسجله في اليسار. طبعا القيد يكون كذا، من حساب الى حساب. ما الذي ساسجله هنا وما الذي ساسجله هنا؟ ثم مبدا الاخذ والعطي. هذه واحده من الافكار، لكن احنا بنتعرف على القواعد الاساسيه اللي تمكن اي دارس المحاسبه من انه يحل العمليه ويقيدها بدون ما يدخل في مساله الاخذ والعطي. كقواعد محددة وثابتة. أنا أسجل ماهن بالمدين ولا أنت وأنت بالدائم. أنا اللي بسجل الآن إيش بالطرفين؟ قبل ما أسجل بحدد الطرفين. الطرفين الآن النقود. أول شيء عندي هو العملية اللي على السلفة. إيش السلفة؟ نقود. ومن الطرف الثاني الدائم أنت، صح ولا لا؟ إذن بيكون من حساب النقدية إلى حساب القرض. هذا هو الطرف. هذا الميزان العمومية. لا، هذا القيد. هذا قيد. عند بعدين بيظهروا في الميزانية، بعدين خطوة لاحقة. عموما بتتضح مثلا إن شاء الله خطوة خطوة. لا ما تشيلش هم هذا القدم من خطوة خطوة. بعد التحليل بنتقل إلى دفتر اسمه دفتر اليومية. بعدين الدفتر. قبل الدفتر بس كمل لنا المدينة والدائمة. هذا مشكلة. لا يمكن الآن نعالجها. تحتاج لها بكرة من بدري، تأخذ لها ساعة زمن بهدوء. متصلة معك. ونأخذها بشكل متصل ونأخذ أمثلة ونعملها. مهم. حضرت محاضرة واحدة في 99 مع واحد صاحبي. في عدوك الجامعة كان في منادي الصقر.
ايوه لما كان الاحصاء في واحد درسهم كان استاذ سوري او كان سوري سليم ايوه كان درسهم بالطريقه الامريكيه دفتر الاستاذ بالطريقه الامريكيه والفرنسيه ايوه فرنسيه هل ما زال الدكتور عبده هنا ولا لا ذاك هذا هذه سوري كان هذاك سوري مسيحي كان احنا معيدين وتخرج سنه كم؟ انا خريج سنه 2003 اي في سنة كم بدأت سنة 2000 لما سافرنا للماجستير أيوة لما سافرنا للدكتوراه فبعدين نجي لدفتر اليومية بعد ما نحلل بنشوف الأسبوع القادم بكرة بنشوف بكرة كيف نحلل كيف نحلل العمليات وبعد التحليل نسجلها على طول في دفتر اليومية بقول من حساب كذا وهنا مبلغه إلى حساب كذا وهنا مبلغه وأسجل الثالث هذا هو القيد المحاسبي إذا شغلنا غدا إن شاء الله تعالى هو تحليل العمليات وإثباتها بنوصل بس خطوة خطوة حاضر ولا يهمكم تفهموا المحاسبة بكل تفاصيلها خلاص يا طيبين هل لديكم اي استفسار ايوه تفضل الكلام اللي كنا نتكلم عليه الدكتور ذي احمد الماده هذه يوم الخميس وبعدين ايش اللي قال هل شو ممتاز بالنسبه لاختبار هذه الماده كاختبار لهذه الماده الاستدراكيه هل يكون السد مخلص الخميس كان سهله راجعوها بس دكتور انه نخلص الخميس يعني نخرج الخميس هنا المغرب الساعة 5 ونيجي اختبر السبت كيف هاش؟ السبت ها؟ وقال لا ليش تعرف؟ السبت لا لا الجمعة عليه عشان تعرف ايه ما ودي عليه هذه ايش نقول الخميس ان شاء الله نرجع على طول عقوبا ممكن الخميس قبل السبت ممكن نخلي نأجل الاختبار الاثنين حسب ما تشوف لا لا بندرس الثلث الربع والخميس بناخذ محاضرات يعني السبت والاحد يكون ما فيش تدريس اقصد انه المقرر الثاني بعد ما نختبر المقرر الاول بكل تاكيد ولذلك يستحسن لو انه السبت يعني ماده بسيطه يعني اليوم نظري كله لا دكتور مش تستفيد منه شو يعني ما قرر وفد مش تستفيد منه الاستفاده منه كيف يعني يحكم واحد يحسب إذا دعونا إلى الخميس إنما اتفقنا على المبدأ أنه ما بنبدأش المادة الجديدة بدون كل